يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من يجدها. زي كل حلقة احنا بنكون بناخد جانب من جوانب الأسرة المصرية وبنتكلم فيها. يعني مثلا على سبيل المثال الأربع اللي فات اتكلمنا عن الطفل زنان، وكان كلامنا يعني محوره هو تربية الولاد. حلقة يوم الاثنين اتكلمنا فيها عن ازاي تهتمي ببيتك وتزينيه بأبسط الحاجات، واتكلمنا كمان عن الشمع الهاند ميد، ازاي تكون قطعة صغيرة من الشمع ممكن تضفي جمال على بيتك. النهارده بقى هنهتم بيكي انت من حقك قوي ان انت تهتمي بنفسك، تهتمي ببشرتك، تهتمي بشعرك. صحيح في كل ام بتحط كل محور اهتمامها بيتي وولادي، وبتشوف نجاحها في نجاح ولادها، بتشوف جمالها في جمال بيتها، لكن برضو من حقك انت كمان نهتم بيكي وتهتمي ببشرتك. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن البشره والعنايه بالبشره، وطبعا احنا في فصل الصيف، ويعني بالظبط كمان اسبوع هنبتدي فصل الصيف. من 21/6 الصيف هيكون ابتدى، لكن طبعا زي ما احنا شايفين بقالنا يمكن شهرين والجو حر جدا والشمس، وناس بتصيف وناس بتنزل البحر وبتنزل البسيين، وكل ده بالتأكيد بيكون ليه تأثير دار على الشعر وعلى البشرة. فالنهاردة هنتكلم عن أنواع البشرة وإزاي كل بشرة تقدر تهتم، وكل امرأة تقدر تهتم ببشرتها وتعمل لها ماسكات تفيدها، وإزاي ما تضرش، لأن أحيانا إحنا نفسنا اللي بنضر نفسنا، ومبقاش في حاجات مش عارفينها بنعملها غلط. وكمان الشعر، الشمس بتأثر عليه، المية المالحة، مية البسين اللي بيبقى كلها كلور، فكل ده عوامل فعلا يعني بتضر الشعر وبتضر البشرة. فحلقتنا النهاردة مبسوطين جدا تكون معانا أستاذة شيرين صلاح، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وهتكلمنا أكتر وتعرفنا إزاي نعتني ببشرتنا وبشعرنا. وتليفوناتنا فاتحينها طول الحلقة، تقدروا تكلمونا لو عندكم أي سؤال، لو حد عنده مشكلة معينة في بشرته أو في شعره تقدر تكلمنا، وتقدروا تتواصلوا وتبعتوا لنا تعليقاتكم على صفحتنا على اللايف على الفيسبوك. نطلع لفاصل إعلاني ونرجع بعد الفاصل نبتدي معاكم حلقتنا، تفضلوا. برحب بيكم مرة تانية في من يجدها، وحلقتنا النهاردة هنتكلم فيها زي ما قلت في المقدمة عن العناية بالبشرة والشعر في فصل الصيف. واللي هتكلمنا عن الموضوع ده الحقيقة ضيفة لأول مرة تشرفنا وتنورنا في من يجدها، وجيلنا من مكان بعيد جدا، جيلنا مخصوص من هنا. احنا بنرحب بيها دكتور أو أستاذة شيرين، أستاذة شيرين صلاح، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. منورانا وسعداء جدا بوجودك معانا، وأسفين إن احنا تعبناك، أنت جاية لنا من مشوار بعيد قوي قوي. بركة طبعا. أهلا بيكي. بس في البداية كده، عرفتي إزاي، برضو السؤال ده لأي حد حابب يتواصل معانا، أنت عرفتي إزاي تتواصلي معانا؟ وعرفتي ازاي، او احنا عرفنا كمان نوصل لك ازاي، يعني قولي للساده المشاهدين لو اي حد حابب يطلع معانا في من يجدها هيعمل ايه زي ما انت عملتي. انا بصراحه التجأت للفيسبوك عن طريق الصفحه بتاعتكم وكلمتكم وتواصلتوا معايا بسرعه رهيبه بصراحه. الاستاذه اوديت كلمتني بسرعه وكانت متابعاني خطوه بخطوه حتى في القطر لغايه ما وصلت. يعني خدتي كم سنه، كم ساعه قولي لي؟ 12 ساعه. 12 ساعه. بس فالحمد لله نشكر ربنا. تمام، خلينا ندخل بقى لموضوعنا والعنايه في الاول بالبشره. الحقيقه كتير مننا بيعمل حاجات ممكن تضر بشرته. ممكن تكون واحده بشرتها دهنيه وهي مش عارفه، فتستعمل كريم مثلا للبشره الجافه، فده طبعا ما يكونش مناسب ليها. لكن بدايه كل واحده تتعرف ازاي على نوع بشرتها؟ اول حاجه لازم نعملها ان احنا هنغسل وشنا وهنسيب وشنا نص ساعه بعد ما نشفه كويس جدا. هنلاقي لو البشره لقيناها مقشفه او مشدوده دي بشره جافه. لو لقينا منطقه اللي هي القوره والمناخير والدقن اللي هي التيزون
دي فيها دهون يبقى دي بشرة مختلطة، لو لقينا البشرة كلها دهون لان كلها على بعضها دهون يبقى كده دي بشرة دهنية وبتلمع كده بعد نص ساعة. بعد نص ساعة من غسيل الوش وتنشيفه كويس قوي. لو البشرة تمام بقى ما فيهاش لا دهون ولا مشدودة ولا اي حاجة، دي طبعا بشرة عادية. طبعا من أسوأ البشرات اللي هي البشرة الجافة، بتشتكي من التجاعيد بدري قوي يعني، جافه وحساسه كمان بتبقى طبعاً. مشكله اكبر يعني طبعا. لا لو نفس البشره نفس ذات البشره جافه وفي نفس الوقت حساسه تبقى مشكله كبيره. طبعا اكيد بيبقى ليها تعامل خاص البشره الجافه دي والحساسه، طبعا ليها روتين معين لازم تمشي عليه. لكن برضو يعني حضرتك بتقولي لي هتعرف على نوع بشرتي بعد ما اغسلها بنص ساعه. أيوة. مهم قوي الغسول اللي انا بغسل بيه برضو طبعاً. يكون مناسب أكيد. لبشرتي صح؟ اكيد طبعا، مش اي بشره ينفع معها اي غسول. طيب لو هنتكلم عن الماسكات، يعني انا شايفه حضرتك جايبه لنا مجموعه، يعني مجموعه من الماتيريال وهتعملي لنا او المواد وهتعملي لنا مجموعه من الماسكات. طيب ايه هي الماسك واهميته؟ يعني قبل ما نقول مثلا احنا هنعمل ماسك زبادي هنعمل كذا، الماسك اهميته ايه للبشره؟ بصي، هو الماسك كل ما هيكون طبيعي كل ما هيكون ليه فايده للبشره. طبعا بينقيها بيصفيها بيعالج اي عيوب فيها، طبعا مع الاستمراريه والروتين اللي هتمشي عليه هتلاقي عالج البشره خالص، يعني لو فيها اي مشكله مع الاستمرار هتتعالج. مع الاستمرار حضرتك بتقولي لي ان لما يكون الماسك طبيعي. أيوه. طب في كده يعني فكر سائد ان الحاجه الطبيعيه ممكن تعمل مفعول بس مع مرور الوقت مع الاستمرار، غير مثلا الماسكات اللي احنا بنشتريها ونحطها على طول على وشنا ممكن نلاقي التاثير مثلا فوري او بعد مره مرتين، صح الكلام ده؟ هو بصي، الحاجات الطبيعيه بتيجي يعني بعد فتره بس بتجيب نتيجة أفيد، يعني البشرة بتستفيد منها أكتر من الحاجات اللي فيها كيماويات وحاجات زي كده طبعا. وعلى فكرة في ماسكات بتجيب من أول نتيجة، يعني من أول مرة بتحسي إن وشك فرق، بتلاقي وشك نور صفي، بس بعد التكرار بقى المشكلة نفسها هتتعالج. يعني حاجة زي الحبوب، حاجة زي التجاعيد هتلاقيها شدت، يعني في حاجة للتجاعيد اللي هي اللبان الذكر أو اللبان المر. أيوه. ده عبارة عن كولاجين طبيعي، ده لو الواحدة استعملته وانتظمت عليه كل ليلة هتلاقي التجاعيد اللي في وشها كلها راحت وبشرتها صفيت، ويعني هتحس فعلا كأنها عاملة فيلر على وشها. بس دايما كمان اسمع ان تغذية البشرة والشعر من جوه طبعا اكتر من بره. طبعا طبعا، يعني الاكل الصحي الفيتامينات المية طبعا. صح الكلام طبعا طبعا. يعني خصوصا المية الجرجير للشعر حاجة مهولة، يعني حاجة صحية يعني بجد. لما ناكل جرجير طبعاً. ده حاجة مهمة قوي، وتحطيه برضو في الشعر، بيتعمل عصير وبتحط في الشعر وبيتشرب عصير جرجير مفيد جدا. بيمنع تساقط وبيغذي الشعر. حلو قوي. طيب هنتكلم عن الشعر برضو لما نتكلم عن الشعر، لكن خليني دلوقتي بالنسبة للماسكات هتعملي لنا ايه وتقولي لي مثلا كل ماسك هتعمليه ده مناسب لأنهي بشرة؟ اوكي، انا دلوقتي هعمل ماسك ينفع لكل البشرات. يعني دلوقتي هنجيب جرجير، سوري، هنجيب عصير خيار. عصير خيار، عصير خيار. هنجيب الخيارة ونبشرها وهننزل ميتها. يعني نبشرها ونعصرها. أيوة. هتنزل المية، هتنزل المية بتاعتها. تمام. هنجيب برضو معلقة نشا. نشا على حسب، نشا هايل للبشر جدا، بيفتحها وبينقيها بطريقة حلوة قوي. وهنجيب برضو معلقة لبن بودرة. لبن بودرة. بودرة. طب المقادير مثلا كل حاجة نحط كل معلقة حاجة ولا ايه؟ يعني مناسبة، يعني مش هنخليه لا سايل قوي ولا ماسك قوي. اوكي. اوكي، يعني اهو هنقلل. يعني لا، في الأول عصير الخيار حطيتي قد ايه منه؟ يعني حطيت عصرت خيارة ونص. اوكي. اوكي، وننزل حطيت معلقتين نشا ومعلقة لبن بودرة ونقلبهم كويس كده اهو. هو اللبن البودرة ده بيبقى أفيد من اللبن العادي؟ بصي، يعني كتير انا بلاقي في الماسكات يقول معلقه لبن باودر. أيوة. هل ده بيبقى مفيد اكتر؟ بيفتح البشره اكتر غير اللبن التاني. اللبن التاني ممكن نستعمله مع حاجه بقى ناشفه، احنا هنا حاطين خيار مش هينفع نحط حاجه سايله تانية. صحيح. طبعا ده هي للبشره، يعني جميع انواع البشره. لو عايزينها للبشره الجافه هنحط معلقه عسل. نفس الماسك بنفس ده هنزود معلقه عسل نحل كده اهو، وممكن استخدمه من غير ما ازود له اي حاجه.
يعني إزاي؟ نفس يعني العصير الخيار مع النشا واللبن الباودر والعسل لوحده. يعني تمام. ممكن لوحده. لو بشره جافه هنحط عليها عسل. لو جافه نحط عسل بس. لو دهنيه لا ليمون. دي تنفع لا يعني بصي انا في ماسكات تاني للليمون طبعا هعملها لان في ناس كتير بتتحسس من الليمون، وطبعا قبل اي ماسك لازم نعمل تيست. نعمل تيست عشان في بشره ممكن بتتحسس من اللبن، بشره بتتحسس من الليمون، يجي لها حساسيه. طبعاً. يعني من طبعاً. حتى لو دهنيه ممكن البشره نفسها يجي لها حساسيه. أي من بشره يعني كل بشره بتختلف عن الثانيه. تمام. فلازم نعمل تيست على البشره قبل ما نبتدي نعمل اي ماسك. اوكي. طيب الماسك اللي حضرتك عملتيه يتحط بقى على البشره بس هو سائل شويه اكتر، هينشف يعني خلال 10 دقائق هتلاقيه قطنه مثلا. اوكي. بقطنه، بفرشه، باي حاجه. هتفرزي طبعا بعيد عن منطقه العين عشان ما نعملش تجاعيد او نضرها، لان دي ليها حاجات خاصه بيها. اوكي. فيتحط على البشره يتساب يعني ربع ساعه، بعد كده ينشف، هنشطفه بميه. ولازم لازم لازم بعد اي ماسك لازم نقفل البشره بميه ورد او ميه رز. ميه ورد او ميه رز او تونيك اللي هو بيقولوا يعني عليه. ممكن بس خلينا احنا على بنتكلم على الطبيعه. على الطبيعه بالظبط. ميه رز. ميه رز مفيده جدا جدا. انا عارفه ميه الموارد ده تمام، لكن ميه رز هي بتقفل المسام؟ بتقفل المسام وبتبيض البشره جدا. الله. يعني طب اعملها ازاي ميه الرز؟ ميه الرز بتتعمل ان انت بتجيبي معلقتين رز وعليهم معلقتين ميه، بنغليهم وناخد الميه نصفيها ونحطها في الثلاجه مده صلاحيتها 5 ايام بس. اوكي. تحط في بخاخه بقى ويترش بيها. حلو قوي. تمام. وبعد ما احطها خلاص، بعد ما ارش ما اغسلش وشي ولا اي حاجه، اسيبها تنشف؟ اسيبها تنشف. حلو قوي. تمام. ده بالنسبه لاول ماسك. في حاجه تاني؟ في تاني طبعا. في هنعمل سكراب قهوه. القهوه دي هايله للبشره، تفتيح ونضاره وسكراب برضو وشيل بصور وكل حاجه. برضو ينفع لكل انواع البشره. للاكسده بالظبط، فيها مضادات للاكسده. صحيح. دي هنجيب برضو معلقتين بن. تمام. قهوه. هنجيب معلقتين عسل نحل. وهناخد نقطتين ليمون. طبعا برضو هنعمل البشره الحساسه ما ينفعش معاها الليمون صح؟ مش كل بشره، لو اتحسست منها، ما احنا بنقول التست عشان لو اتحسست منها. اتحسست يعني انا اول ما تتحط تبقى عايزه شكشك او تحمر تهروشي او كده. يعني تحمر، تحس بشكشكه كده في وشها. لو حصل كده لا، بنكنسل الحته دي، يعني بنكنسل الليمون، بنكنسل الماده اللي بيجينا منها حساسيه. اوكي. اوكي. بس كده حطينا العسل والقهوه والليمون، هنقلب كويس، ما نحطش ميه ولا اي حاجه، هو هيبقى سايل مع نفسه. عسل وقهوه وليمون. وليمون بس لو بشره طب مش دهنيه احط ليمون برده؟ هيتحط. عادي. حلو قوي. ما احنا فيتامين مش سي طبعا. فيتامين لا سي ده هي طبعا بيفتح البشره جدا، يعني السكراب ده تحفه بجد. ده بتحسي بيه من اول استخدام على فكره. الماسكات دي تتعمل كل قد ايه؟ يعني انا كل يوم اعمل؟ ما اعتقدش. لا لا لا، هي مره في الاسبوع يعني، السكراب مره في الاسبوع يعني. احنا ممكن نشكل بقى يعني نعمل كذا ماسك في الاسبوع. أوكي. باختلاف انواع الماسكات. تمام. طب قهوه ليمون وعسل. ده لاي بشره برضو؟ جميع انواع البشره. تفتيح ونضاره وبصور. تمام. وشد الوش؟ لا ده مش شد وش. القهوه ما بتشدش. طب الليمون؟ لا الليمون فيتامين سي بيدي نضاره للبشره وبيشيل البقع يعني. اوكي. حلو خالص. ايه تاني معاكي النهارده؟ كده برضو في ماسك تاني بقى. ممكن نقول تاني على ماسك حاجه تاني. ممكن نعمل ماسك القرفه بالعسل، ده حاجه روعه فوق الروعه. قرفه بالعسل نشربها بقى؟ لا لا لا، على البشره بقى. على البشره احنا نغذي جوه ونغذي بره. تمام. اوكي. بس دي بتدي نضاره برضو للبشره حلوه قوي يعني. طب برضو معلقتين قرفه مطحونه؟ بصي كل حاجه على قد حاجه، او معلقه ومعلقه مثلا. بالظبط كده. وتتحط بقى وتتساب قد ايه على البشره برضو؟ يعني بصي يعني اقصى ماسك بيقعد ربع ساعه على البشره، ما يقعدش اكتر من كده، غير بقى لو هو بينشف يعني نستنى لحد ما ينشف. طب القهوة دي ما هي برضو لما هتنشف هحتاج أفركها بإيدي ولا مجرد أشطف بس؟ لا لا، إحنا الأول بنحطها وبنفركها على وشنا برضو بعيد عن منطقة العين. بنفركها من أول ما نحطها ونسيبها شوية كده 10 دقايق، بعد كده نشطف وشنا. وهكرر تاني، لازم نقفل المسام البشرة عشان ما يطلعش بصور. تمام. طيب التاني؟
بس لا هم دول الماسكات اللي هنعملهم مع بعض. في ماسكات تاني برضو تفتيح زي الرز باللبن. رز بلبن؟ لا انت عماله تقولي لي حاجات تتشرب وحاجات تتاكل. انا بنفع الاثنين. يعني رز بلبن ده احنا عارفينه بناكله يعني. المره دي هنحط على وشنا. اوكي. ده هنجيب الرز وهنطحنه، نطحنه خالص نخليه ناعم. هنحط عليه لبن، لبن سايل بقى. اوكي. هنحطه على بشرتنا، هنعمل تدليك. ده سكراب ده صح؟ سكراب بتفتيح وتنظيف برضو. هنعمله بحركات دائريه على وشنا، بعد كده هنشطب ونقفل المسام. طب وبعد ما نقفل المسام مش محتاجه حاجه ارطب البشره، كريم مثلا؟ الترطيب انا بحفزه ان هو يتحط بالليل. بتفضلي ان الترطيب يتحط بالليل قبل النوم، يتحط اللي هو يقول لك كريم كده مغذي ليلي او حاجات كده صح؟ انا برضو بشجع ان هو يتحط فيتامين سي الاول على البشره. ده بالليل برضو؟ بالليل قبل النوم. خلينا ننوه ان فيتامين سي ما ينفعش يتحط وتخرجي في الشمس، هيسود البشره مش هيفتحها. صح الكلام؟ ده لازم يتحط بالليل قبل ما تنامي، البشره تشربه كويس، بعد كده بنحط كريم الترطيب. بس في طبعا حاجات تانية للهالات، يعني انا عندي الهالات السوداء، الكبسوله السحريه انا مسمياها. فيتامين دي بقى؟ لا، فيتامين هي. هي هي ده عباره عن سحر بجد للهالات. يعمل ايه؟ بيشيل الهالات خالص، بيشيل التجاعيد والخطوط اللي تحت العين. احنا بنفضي الكبسوله تكون تركيز 1000، بنفضيها على الصباع ده وتحت العين كده، بنطبطب بالراحه خالص وننام بيه. بجد سحر بجد. يعمل ايه بقى؟ يفتح؟ لا، اللي بيشيل الهالات والهالات والانتفاخات اللي تحت العين والخطوط اللي تحت العين. بصي مفيش حاجه بتشيل الانتفاخات، انا كذا حد يقول لي استعملت كل حاجه ومفيش انتفاخات بتروح. لا الكلام ده ايه؟ يعني لا، هي يعني المفروض يعني الواحد يصبر شويه، يعني هو اصل مش حاجه سحريه احنا هنحطها وعلى طول هتتشال، يعني تطول بالنا شويه على الحاجه وهتجيب نتيجه. حلو قوي. طيب الماسكات زي ما اتفقنا ان كل ماسك يتعمل ممكن مره في الاسبوع. مره في الاسبوع. طب بصي بالنسبه بقى، بما اننا بنتكلم على الماسكات، احنا بنشوف يقول لك ماسك ذهب، ماسك ما اعرفش ايه، حاجات بقى الجاهزه او الفحم وكده. الماسك الذهب ده مهم ان يتعمل ولا لا؟ بصي احنا ممكن نعمله مره في الاسبوع كده، مره كل اسبوعين كده، لكن خلينا في الطبيعي. انا بحفز الحاجات الطبيعيه. طبيعيه؟ طبعا البشره فعلا بتتغذى منها. طيب البشره الحساسه والبشره اللي دايما بيطلع لها حبوب، حب الشباب او ايا كان، احيانا مع تغيير الهرمونات بالنسبه للبنات تلاقي بيطلع لها بعض الحبوب، برضو الماسكات دي بتكون مناسبه ليهم؟ لا طبعا، البشره دي بتبقى حساسه شويه، فلازم نتبع روتين فيها معاها. اهم حاجه النظافه، ننظف بشرتنا بنوع الغسول الكويس. ويا ريت يكون حاجه طبيه طبعا. برضو في ماسك للبشره الحساسه او اللي فيها حبوب، عباره عن كركم جسم، كركم للجسم مش الكركم اللي هو بتاع الاكل عشان ما يعملش اصفر. ايه ده؟ ايه كركم الجسم ده؟ ده كركم مخصوص للماسكات. بجد؟ اه. احنا كل ما حد يقول كركم نجيب من المطبخ ونحطه ونديه. بجد؟ طبعا ده بيعمل اصفر حوالين الوش. ده نجيبه منين؟ من اي عطار. بيتباع في عند اي عطار. تقولي له كركم لل كركم للجسم. للجسم؟ اه. متأكده؟ مفيش، على ضمانتي. تمام. والكركم اللي عندنا في المطبخ نشربه؟ لا لا، ده برضه مهم قوي، ده نشربه ونعمل بيه اكل. تمام بالظبط كده. لا معلومه جديده عليا. لا ده حلو قوي برضه، مع عسل نحل برضه. اوكي. نقطتين ليمون بالظبط، وهنعمل تيست برضه وهنفرده على وشنا، هنسيبه 10 دقائق وهنغسله. يعمل ايه؟ بيعالج الحبوب قوي. يعني الحبوب؟ البشره الحساسه تلاقيها. ما هو الكركم عامه مضاد للالتهاب. بالظبط كده. والحبوب دي برضو نوع من انواع الالتهابات. طبعا. حلو قوي. طبعا. حتى اللي عنده خشونه في الركب، في اي التهاب في الجسم، يقول لك في القولون، اي حاجه اشرب. حط الكركم في كل اكل. بالظبط كده. حلو قوي. طب نروح بقى للمناطق الخشنه او الداكنه. احيانا كتير برضو بتضايقنا لو الكوع هنا خشن شويه، لو الركبه خشنه، الكعب، اي حاجه. يعني احنا معرضين في الصيف بالذات وفي الشتاء كمان طبعاً. بنلاقي في اماكن يمكن خشنه اكتر كمان من الصيف. نعمل لها ايه؟ دي هنجيب بيكربونات الصوديوم اهي، هنحط عليها ليمون. هتفور؟ احنا عايزينها. ما هو الليمون او خل مع البيكربونات هتلاقيها فوران كده. احنا عايزينها تفور. اوكي. يعني ده خلال 15 يوم، ده يتعمل يوميا. اوكي.
لا يتعمل يوميا بنفس ال... بنفس يعني ما المقادير. يبوظش. لا لا خالص، لا احنا هنعمل جديد. ده كل يوم بقى ولا ممكن لمدة برضو؟ يا ريت كل 15 ماسك يوم. تقولي لي اقدر احتفظ بيه في الثلاجة قد ايه. اوكي، لا الماسكات تتعمل فريش فريش كل يوم. اوكي، احنا زي ما احنا شايفين كده اهو فارط فار. طبعا طبعا يا ريت بس كده نحاول فار. نجيبها. انتوا مجرد ما تحطوا الليمون هتلاقي فارط خالص. اصل انا بستخدمها في الكيك، احط عليها شويه خل الاقيها ايه فارط. فوران رهيب. وهناخد برضو مع الزبادي، اوكي معلقه زبادي، الزبادي برضو هيساعد على الفوران طبعا اكتر. زيت زيتون معلقه، هنلخبط الخليط ده كده اهو. زبادي و زبادي، بيكربونات الصوديوم، بيكربونات وليمون ليمون وزيت زيتون. وزيت زيتون هنقلبهم. الليمون ما ينشفش؟ لا معقول؟ الليمون بيفتح جدا على فكره، وبيعالج المناطق ومرطب الناشفه يعني. جدا. صحيح طبعا هناخد ده كده اهو، هناخده بايدينا هندعك فيها الاماكن الخشنه سواء الكوع سواء الركبه، هيفتح معانا خلال 15 يوم. يا حلو قوي. برضو معلومه لاي واحده بتطبخ بقى في البيت، كل ما تعصري ليمونه اقعدي على اعملي طول كده في ايديكي على كده طول. في وشك في لا لا كوعك. بلاش وشك. لا لو هي البشره مش حساسه يعني. لا مش ما انصحش بيه في بس الوش. مش كل شويه ساي، لكن الايد. انا عامه كل ما استعمل ليمونه في الاخر يلا. مغذي جدا للضوافر وللضوافر برضه. ساي. لا جميل. 15 يوم كل يوم صح؟ كل يوم يتعمل. كل يوم عشان الركبه برضو مش للوش، ده للركبه هتجيب والكوع نتيجه طبعا على هايله. طول. طيب ايه تاني غير المناطق الخشنه؟ اوكي ده عشان قبل ما نسيب البشره، تحبي تقولي لنا اي حاجه تاني بالنسبه في للبشره؟ ماسك للجسم كله بقى نقدر نفتح، لان في اماكن بتبقى غامقه، بنحب نوحد لون الجسم كله. تمام. اوكي نعمله. هنجيب لبن بودره، لبن بودره مع زبادي، لبن بودرة وزبادي. زبادي أيوة. نعمل بقى بكمية أكبر شوية عشان ده للجسم. بالظبط كده. وهنحط برضو زيت زيتون. زيت زيتون هايل يا جماعة، زيت الزيتون لأي جميل، بشرة بيرطب هايل. وبيفتح جميل جدا. ده لو دهنتي بيه وشك بس قبل ما تنامي لوحده في منتهى بس ما الجمال. ينفعش للبشرة الدهنية. طبعا بجد؟ طبعا يطلع حبوب على طول. وليمون وليمون كده. هنقلب طبعا كمية أكبر علشان الجسم يكفي الجسم كله. طبعا اللبن عندي هنا زايد شويه، هنفردها على الجسم كلها. زبادي صح؟ زبادي ولبن 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 وزيت زبادي زيتون. ولبن. اوكي اوكي هنفرده على الجسم كله وهنسيبه ساعتين. لا ساعتين ايه؟ اقعد انا حاطه في جسمي كله عشان يجيب ساعتين نتيجه. لا بجد؟ صدقيني. يعمل ايه؟ هيفتح، هيوحد لون البشره كلها، يعني هيخلي الجسم كله لون واحد. طيب ده ينفع للعرايس بقى. ده للعرايس صح. لكن بالظبط. بعد تقعد ساعتين هيبقى صعب شويه. ما بس لا جميل وبيجيب نتيجه فعاله. طيب قبل ما نخلص كلام عن البشره وندخل بقى في الشعر، واحنا في الصيف وبنسافر كتير وبنتعرض لشمس كتير، فنصيحه كده لكل بنت وهي قبل ما تنزل البحر ممكن، او بعد ما تطلع من البحر او البول نفس الوضع، قبل ما تنزل الشارع لو شغلها بعيد وبتقعد وقت طويل في العربيه متعرضه للشمس، تعمل ايه عشان تقدر تحافظ على شعرها وجسمها وعلى بشرتها؟ على بشرتها احنا هنحط طبعا اللي هو صن بلوك، هنحطه قبل ما نتعرض للشمس بنص ساعه. اوكي ده طبعا لو رايحه شغل او خارجه في النهار. بالنسبه على البحر بقى لازم يتحط طب الصن بلوك معلش. في انواع كثيره قوي. مش هنقول طبعا اسماء ماركات، لكن ايه هو النوع اللي انا لما اشوفه احس ان هو ده كويس، او ايه اللي بيميز صن بلوك عن التاني؟ ان هو الجلد بيتشربه ما يعملش، اصل احيانا نلاقي حاجات عامله طبقه دهنيه كده. أيوة. وبيلمع وبيبقى مجير. بالزبط. والواحد يتضايق قوي من شكله يعني. طبعا لا اللي هو اللي بتشربه البشره ده احسن نوع، ولازم نستعمل اللي هو التركيز فوق الخمسين. ايوه اللي هي 50 بلس كده. بالظبط مكتوب كده. يعني ما ينفعش نستعمل حاجه اقل من كده. بس تمام، يعني اختياري على درجه الحمايه
طبعا والملمس بتاع البشر الكريم. الكريم تمام. ده بالنسبة ايه تاني غير السان بلوك؟ هيتحط طبعا كل ساعتين لو على البحر. يعني ما ينفعش نحطه مرة قبل البحر وخلاص. ايه دي المشكلة؟ احنا بنحط مرة وخلاص واخدنا جارانتي كده لليوم كله. كده تمام يعني. لا لا لازم يتحط كل ساعتين. تمام. عشان البشرة تحمي طبعا من السمار ومن الالتهاب وكده. بس كده؟ سان بلوك. وبالليل ماسكاتك وسكرابك والروتين العادي بتاعك طبعا. لا مش محتاجه ارطب بشرتي بعد ما اطلع مثلا من البحر. لا الكريم فيه ترطيب. كريم ترطيب. تمام. بيرطب. بس كده؟ خلصنا الكلام عن البشره. تمام. ندخل في الشعر. اوكي. الشعر بقى. برضو بالتاكيد البشره يعني انواع الشعر بتكون مرتبطه او بشره فروه الراس بتكون مرتبطه بالبشره. فانا لو بشرتي دهنيه بالتاكيد شعري هيبقى دهني. لو بشرتي جافه شعري جاف. صح الكلام؟ صح الكلام. طيب مشكلة بتؤرق بقى أي حد وتلاقيها، وبالذات الأمهات لما تلاقي بنتها شعرها هايش، شعرها مجعد أو هي كمان، فبيعمل لنا مشكلة جامدة قوي. إزاي نحاول نساعد أو عامل مساعد إن الشعر ده ما يهش أو يكون مجعد؟ نعمل إيه؟ أوكي أنا هقول لك على ماسك دلوقتي بيفرد الشعر جدا، يعتبر بروتين طبيعي وبيعالج كمان القشرة. هنجيب اللي هو شوفان. شوفان. هنطحنه. هنطحنه خالص يعني زي ما حضرتك شايفه كده. ثواني. وهنجيب عليه زبادي قد الشوفان. زبادي. تمام. هنجيب زيت جوز هند. زيت جوز هند. او ممكن نستبدله باللوز الحلو، زيت اللوز الحلو. هنحط برضو كتير، هنحط بتاع 3 معالق كبار. اوكي. شوفان، زيت جوز هند، وزبادي. وزبادي. الزبادي ده هايل في اي حاجه بصراحه. بالزبط. هو عامل مشترك لاي حاجه. الحاجه بقى الغريبه اللي هنحطها المايونيز. مايونيز. مايونيز. لا بصي انت كل وصفاتك تتاكل. انا بغذي بره وجوه. حلو قوي. مايونيز. طب يعمل ايه؟ معلقتين هيطر الشعر. ما هو المايونيز عباره عن ايه غير بيض وزيت؟ ما هو برده حاجات. بالظبط. ده كله بيساعد على ترطيب الشعر. اوكي. اوكي. وعسل. وعسل. معلقتين عسل كبار. ايوه. هنقلب كويس جدا. والعسل ده هيرو، ده البطل بصراحه. طبعا بشره وشعر. بشره وشعر وكل حاجه العسل. طبعا. ده نرفع بس الطبق كده ونميله عشان الكاميرا تجيبه. هنقلب كويس جدا. بصي نعمل ايدينا كده شويه. لا الناحية التانية كده. أيوة. ده هنمسك بقى الماسك ده هنفرده من فروة الراس لحد الجذور من تحت. من جوه لبره. بالظبط كده. مع التدليك طبعا عشان يتغذي برضو. يقعد قد ايه؟ ساعتين. كله ساعتين. بس بعيدي عن مكان فيه نمل بقى لازم تلاقي النمل كله. ساعتين. وبعد الساعتين اعمل ايه؟ يتغسل الشعر بالشامبو والبلسم بتاعك او الكونديشنر اللي بتغسلي بيه. تمام. ميه دافيه بطريقه الغسيل. الميه تكون فتره، ما ينفعش نغسل شعرنا بميه سخنه قوي لان ده بيأثر في الشعر. ما بقول دافيه. فتره كده. بالظبط. الميه السخنه بتضر الشعر. طبعا. صح؟ بتوقعه وبتنشفه وبتقصفه. يعني احنا في الشتاء بقى لما نكون بردانين قوي كده والميه نسخنها شويه، ده غلط؟ غلط على الشعر جدا، بيساعد على جفافه وطبعا بيقع الشعر. يعني احنا بنسلق الفروه. في راي بيقول حتى لو عملت بميه سخنه لازم اخر شطفه في الاخر تبقى ميه ساقعه. لان الشعر فيه مسام زي شعرين يعني زي البشره. بالظبط. عشان نقفل المسام. بالظبط كده. لان الشعرايه زي البشره بالظبط. انا افتكرت بتدي كمان لمعه، يعني بتلمع. لا لا هي قصه ان احنا بنقفل المسام. اوكي. زي البشره. تمام. احنا جالنا على اللايف على الفيسبوك في حد بيسال بيقول انا عندي شعري خفيف خالص من قدام مش عارفه اعمل له ايه. ده حله هيبقى يعني كل واحده على حسب مقدرتها، يعني حله صعب شويه. هو مش صعب يعني هتستحمل. اوكي. اللي هي حقن. توم. توم. هتدق التوم كويس جدا جدا. هتاخد الميه بتاعته وهتحطها في المكان الفاضي او الخفيف مع التدليك. طب ده ما يحرقش؟ ما احنا لما بيحرق بيعمل يعني ايه بينشط الدوره الدمويه في فروه الراس، فده بيساعد ان الشعر يطلع.
او لو حسيت ان هو يعني يحرقها اوفر ممكن تزوده بزيت خروع. زيت خروع ما ينفعش زيت زيتون؟ الخروع احسن للتنبيت. ايوه صح. ده حتى زيت الخروع كان كنت مره برضو سمعت ان يتحط على الرموش بالليل، ده ممكن يتقل الشعر ويطولها. بصي هو طبعا الاراء بتختلف بس انا عندي حاجه للرموش اللي هو الشاي الاخضر. ده بيغزر الرموش جدا بجد. بمسكره، بيتحط بمسكره حتى لو دخل جوه العين ما فيهوش ضرر، مش هيجرى حاجه. ده بيغذر الرموش اكتر من زيت الخروع على فكره. يعني زيت الخروع للشعر مع الثوم علشان يقلل من حده الثوم على البشره كده. صح. تمام. ايه تاني طب غير الثوم؟ في حاجه تاني تقدر تستخدمها لو حسيت ان مش قادر؟ هو الثوم العلاج الفعال. يا اما بقى تعمل بالديرما، بس يعني انا حافز الثوم اكتر. طيب نقول الو لاميره من القاهره. الو. الو، اهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي، اتفضلي سؤالك. لا نوطي التلفزيون لو سمحتي عشان تسمعيني اسرع. حاضر، انا بايت على التلفزيون خالص. طب اتفضلي حضرتك. انا لما باجي اعمل وشي بيتقطع كتير والبشره بحس ان هي ضعيفه. لم سمع كويس. لا ممكن نقول السؤال تاني حضرتك؟ بشرتي لما باجي اعمل بالشمع بتعمل حبوب كده وساعات بتتقطع، بتعمل تعويض في الوش. تمام. أوكي. تمام. عندك سؤال تاني؟ لا يعني انا بشرتي يعني مش دهنيه، يعني عاديه ولا دهنيه ولا عاديه. تمام، يا بختك، دي حاجه كويسه. بشكرك جدا استاذه اميره. اتفضلي. اولا انا ما بحفش الشمع على الوش خالص. بيطلع تجاعيد، بيخلي البشره ترتخي، بيبقع. طبيعي ان حاجه سخنه وبتتشد فطبيعي انها يطلع لها حبوب وهيبقى بشرتها تتبقع وهتلتهب. فتشوف حاجه تاني غير الشمع بقى. حاجه تاني غير الشمع؟ الشمع. طب تعمل ايه مثلا؟ ممكن الديرما بلاننج، حلوه قوي دي. ديرما بلاننج. بلاننج دي حاجه طالعه جديد وبتشيل. انا بسمع ديرما رولر، ديرما بان. لا دي جديده. لا دي للبشره. يعني بنشيل بيها الشعر وبتشيل طبقه الجلد الميت كلها. اوكي، دي حاجه نازله جديده حلوه خالص. طيب الشعر الهايش بقى والشعر المجعد. أوكي. غير الماسك اللي عملناه، هو لازم الماسك ده ولا في حاجات تانية برضو بتساعد ان الشعر يبقى كويس ما يهيش؟ في حاجه بتغذي وبتنيم الهيشان وبتغذر الشعر. يعني مثلا واحنا في مصيف الشعر ده بيتغسل كل يوم، الحقيقه بيتبهدل طبعا، وشمس بقى وكلور وكل يوم شامبو وكل يوم كونديشنر، الحاجات دي بتبهدل الشعر فعلا طبعا، فبتساعد على الهيشان. في حاجه بقى تهديه كده تقول له اركز شويه؟ في طبعا. احنا المفروض قبل ما ننزل البول او ننزل البحر لازم نعمل شعرنا بجوز هند. ده زيت؟ زيت جوز هند. زيت. طيب ناخد هبه من المنيا علشان ناخد بعد كده الوصفه السحريه اللي ان شاء الله هتنفع في شعرنا. الو استاذه هبه. ايوه ازيك يا استاذه؟ اهلا بيكي، منورانا. الله يخليكي. اتفضلي. بشكركم على الموضوعات الحلوه على فكره، احنا كل موضوعاتكم جميله. انتوا عشان جمال لازم تبقى موضوعاتنا جميله تتناسب معاكم. ربنا يخليكي. اتفضلي. انا شعري طبيعته اصلا يعني اطرافه ناشفه جدا وبيضايقني. يعني لو سبته ما عملتوش فمش بيبقى حلو خالص. ومش عارفه هل ممكن يعني حاجه من الماسكات دي تجيب نتيجه ولا برضو هو طبيعته كده اطرافه ناشفه؟ ناشفه جدا. هو الشعر كله ناشف استاذه يبقى الشعر كله ناشف ولا الاطراف بس؟ لا هو غالبا بتبقى الاطراف. الاطراف يعني من فوق بيبقى كويس بس من تحت بيبقى صعب، يعني ان انا مش حلو يعني شكله مش بيبقى جميل. طب بقالي كتير ما قصيتهوش؟ يعني مقصف مثلا الاطراف مقصفه؟ بقصه بيطلع برضه تاني كده، يعني انا بقصه بعتبر ان القص علاج ومش عارفه الكلام ده صح ولا غلط بس برضه بيطلع تاني كده. معلش وعندي سؤال، الدكتوره قالت الفيتامين هي ده اجيبه منين؟ اللي هو تحت الهالات تحت العين في الصيدليه يعني؟ الصيدليه. كبسولات عاديه جدا من الصيدليه. طب انا عندي تصبغات في البشره كده في اورتي،
يعني حتت كده صبغه كده، تصبغات صغيره برضو، اعمل لها ايه معلش يعني. تمام، انا بشكرك جدا. الاطراف خشنه وحتى لما بتقصها برضو هي بتعمل ايه؟ ده طبعا نتيجه عدم تغذيه داخليه، ما فيش غذاء كويس، ما فيش شرب ميه كويس. ايوه لازم تعمل الماسك اللي هقول عليه دلوقتي، تعمل الماسك اللي هقول عليه دلوقتي. وتشرب ميه كتير يا جماعه، الميه ثم الميه ثم، يعني مش قادره اقول لكم من 1 لـ10 ميه بالظبط كده. دي حلوه بقى لكل حاجه، للركبه، للشعر، للذاكره، للبشره، لكل حاجه، كل يعني حاجة فعلا. حقيقي ده الحل السحري فعلا. تمام. طيب هنعمل الماسك وبرده هتتابعنا، لكن التصبغات بقى اللي على الجبهه، التصبغات اللي على الجبهه دي هتعمل اللي هو ماسك القهوه اللي احنا عملناه دلوقتي. تمام. اوكي، مع الرز بلبن، مش ده لوحده وده يعني لوحده، يعني تشربي قهوه تظبطي كده بيها المزاج وبعد كده كلي رز بلبن. على وشك بقى. الرز بلبن هيجيب معاه وهيفتح معاه من اول مره. من اول مره؟ من اول مره بجد؟ صدقيني. تمام. يعني انا مصدقاكي بجد. بس يبقى ماسك القهوه والرز بلبن واللبن. تمام، انا بشكرك قوي. وايه تاني؟ ايوه نقرا برضو، بعت لنا حاجه تاني حالا نشوفها. طيب ايوه هي، ايوه لسه ما وصلتش. حاضر. وصفات استاذه مها بتقول وصفات بسيطة في تناول الجميع وسهلة وحلوة جدا. اوكي، لا انا افتكرت ان هي طالبة حاجة، بس هي لا بتقول يعني مبسوطة من الحلقة. تمام. طيب لحد برضو ما ناخد حد تاني بعت لنا حاجة تاني، لكن نتكلم بقى في، كنا هنعمل ماسك قبل ده الماسك ده. ايوه قبل المداخلة هنجيب صفار البيض، صفار بيض اهو. اوكي، مع عسل نحل. اوكي، معلقتين عسل نحل كبار. ايوه. اوكي، وزيت زيتون. دي الاستاذه اللي كانت بتكلمنا دلوقتي على الشعر المتقصر. الشعر وهيغذيه جدا، هنضربه ببعضه كويس جدا. هنفرده على الشعر من الجذور برضو للأطراف. هيتساب برضو من 2 لـ3 ساعات. تمام. أوكي، من 2 ساعات. ده علاج ولا حاجة مؤقتة؟ يعني هتلاقي طبعا. هتلاقي شعرها ابتدى يبقى أول بعد الماسك على طول ابتدى يبقى طري وتمام، لكن بعد كده برضو هتلاقي نفس بس لما استمرت عليه شعرها هيتحسن جدا، يعني أي مشكلة في الشعر هتتحسن. تستمر عليه قد إيه؟ 3 شهور. 3 شهور. تمام، انا بشكرك قوي. طيب في كمان جاي لنا استاذ زكريا بيقول شعري خف وبينزل من بعد المراره، غالبا عمليه المراره. okay. تقريبا ودور كورونا، رجاء محبه نحتاجها ضروري، شعري خف قوي قوي من قدام. ده بقى لاني فعلا ده على فكره هي شكوى عامه، في ناس كتير قوي بعد دور كورونا شعرها خف جدا فعلا، بالذات من قدام يعني عند القصه كده بالنسبه للبنات. أوكي. فتعمل ايه؟ في علاج ولا حضرتك تنصحيني برضو جنب الوصفات الطبيعيه دي برضو يروح لدكتور يتعالج؟ اوكي، هو بصي، هو لازم ياخد فيتامينات طبعا عشان يعني التعب اللي كان عنده، كميه المضادات اللي اخذها فدي اثرت على جسمه وضعفته، فبالتالي هتاثر على شعره، فلازم ياخد طبعا فيتامينات تحت استشاره الدكتور. فاهماني؟ تاني حاجه برضو مع استخدام الماسكات والثوم. ايوه، واوميجا 3. الثوم نفس اللي حضرتك قلتيه برضو، الثوم واوميجا 3. تاخد قرص اوميجا 3. تمام. طب بالنسبه عن يعني سريعا لاني قدامنا دقيقه. أوكي. عن حاجات بتطول الشعر، كل شويه تقول انت شعرك قصير وما بيطولش، اعملي حاجه الحاجه الفلانيه، الكلام ده مظبوط يعني ولا كمنتج يعني ولا ايه؟ عامه لا، لو احنا بنتكلم في الحاجات الطبيعيه، الحاجات في حاجات طبعاً بتطول الشعر طبعا. الماسك ده بيطول،
ده خلال 3 شهور هتلاقي شعرك يعني، بس مش طول طول يعني هتلاقيه طول في المعدل الكويس يعني. تمام، انا بشكرك جدا الحقيقه. يعني حاجات طبيعيه وموجوده في بيتنا وفي مطبخ كل واحده، يعني كمان مش هتكلفنا حاجه، وفي نفس الوقت احنا مطبخنا كله منجم ذهب الحقيقه لبشرتنا وشعرنا. بشكرك جدا استاذه شيرين صلاح خبيره التجميل والعنايه بالبشره والشعر، وميرسي جدا لانك نورتينا النهارده، وترجعي بألف سلامة إن شاء الله. الله يسلمك، ميرسي خالص. شكرا لحضرتك. قبل ما نختم معانا مجموعة من التبرعات. مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم او موجب واي موجب، والسن من 25 ل 40 سنة، وخالي من الأمراض، والتليفونات 012 22 99 16 89 أو 012 739 9457. ومطلوب متبرع بفص كبد فصيلة الدم او سالب أو او موجب، والسن من 21 سنة ل 48 سنة، والوزن من 80 ل 90 كيلو، ويكون خالي من الأمراض، والتليفونات 012 066 72108 أو 012 11 599 364. مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم بي موجب أو أو موجب، والسن من 25 ل 40 سنة، والتليفون 0155-41-8304-3. ومطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم أو موجب، والسن من 35 ل 40 سنة، والتليفونات 0100-852-6998 أو 012-249-7566-0. واخر تبرع، مطلوب متبرع بكلى فصيلة الدم بي او او، والسن من 22 ل 39 سنة، والتليفون 012-870-9799-16. وبنتمنى الشفاء يا رب للجميع، وبشكركم على حسن المتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من يجدها.